صدقني يا اهلاوي، مفيش احلى من نادينا نادي الابطال اللي مفرحنا ليل ونهار ومنزل اسهم النار على خصومنا ليل ونهار. معانا النهارده احتفالات جميع احتفالات لعيب النادي الاهلي وكمان الكابتن خالد البيومي واللي قاله، وردنا على وهنرد على الدرديري والجرجيري، وكل واحد فيهم ينافق ويقول لك مبروك ويبتدي السطر الثاني يقطع فيك. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على نبينا الكريم، اخوك علاوي، واشترك معايا علاوي ومحترم. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وكمان اخواتنا في السودان، واعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه لو عجبك الفيديو. الاول هنحيي اخواتنا اللي بيعلقوا بتعليقات جميله معانا في الفيديوهات. قبل ما ابدا الفيديو احب اشكر جدا جدا اخويا وحبيبي، او اذا كان اخويا الصغير او الكبير الله اعلم، انا ما اعرفش الصوره اللي قدامي، الصوره لحسام غالي كيمو كيمو 3094 اللي كاتب لي بالتوفيق واستمر، وكمان سيد حامد اللي كاتب لي تسلم، والاثنين واحد صورته ايه واحد صورته ايه، وبشكرهم جدا وعلى الاثراء الجميل بتاعهم والدعم ليهم. الف تحيه الف تحيه للاثنين، وكل واحد باذن الله هيكتب تعليق حلو، باذن الله هنشر صورته وهنشر تعليقه معايا. نرجع نبدا من نادي الاهلي. النادي الاهلي على طول الكابتن خالد بيومي اللي كان بيقول لك ما راهنش الا على اتنين في العالم ده، ريال مدريد والنادي الاهلي، والرهان عليهم عمره ما يخسر. يجي الكابتن خالد بيومي يحط الصوره الجميله ديت ويقول لك لا جديده تحت الشمس، الاهلي سيد افريقيا للمره ال 12. وكان الكابتن خالد بيومي اتكلم على مشاكل اتحاد الكوره اللي ما بيعرفوش يديروا الكوره، واتكلم ان هو لازم تتعلمه من اداره النادي، وكمان ميدو قال الكلام ده، ومعانا طبعا كلام ميدو وهنعلق عليه. الكابتن المهندس خالد مرتجي بيقول لك بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا، امام عاشور واحد من افضل الصفقات التي تعاقد معها النادي الاهلي في السنوات الاخيره. وبما اننا ذكرنا امام عاشور هنكمل معاك في ثلاث بوستات او ثلاث عناوين عن امام عاشور. ديت محمد هاني لامام عاشور بيقول له شفت قلت لك هنا هتخش تنام تصحى هتلاقي معاك ثلاثة افريقيا، مبروك يا ايمو. وطبعا دي الصوره بتاعت محمد هاني وامام عاشور. الصوره ديت انا بوجهها لجمهور الزمالك كله، دوروا في تاريخ كل لاعيبتكم اللي موجودين سواء رؤى او الونش او 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 او، وشوفوا في تاريخهم هل كانوا اهلاويه ولا لا، عشان امام عاشور ناشر الصوره دي وهو صغير وبيلمس كاس عليه تيشيرت النادي الاهلي، وبيلمس كاس افريقيا وهو لابس تيشيرت النادي الاهلي. فارجو عشان ما يبقاش عندكم تزييف او ناس تقولوا ان احنا زملكاويه بالتزييف، اعملوا تشيك عليهم من تاريخهم. كهربا بيقول لك امام عاشور بمثابه الاخ الاصغر لي، عندما ياتي الى اي لاعب جديد يجب ان احببه في النادي وادخله مع الفريق حتى يتاقلم على الاجواء ويتعلم كل شيء. بالنسبه لي امام هو افضل لاعب في مصر وافريقيا وسينجح في الاهلي بالذوق او بالعافيه. بما اننا ذكرنا كهربا، فكهربا بيقول دائما ارتدي الصوره الجميله دي، دائما ارتدي النظاره عندما احتفل كي لا ارى انا وش كي لا ارى احد انا وش السعد، وبيتكلم عن نفسه. نيجي نقول لامام عاشور، امام عاشور انت قعدت 4 سنين في الزمالك ما وصلتش حتى لنهائي واحد مع النادي الاهلي. اول ما دخلت تالت كاس عالم انديه، بطوله سوبر، في بطوله في كاس مصر، في بطولات كتير معاك كوكا وهو لسه ورد يانع 23 سنه، احمد كوكا 22 كمان، مع الاهلي حتى الان 3 بطولات دوري ابطال افريقيا، وزي ما انتم شايفين عمرك اتاخر شويه في وصولك للنادي الاهلي. ده وسام ابو علي، وسام ابو علي وهو والده ووالدته واخواته، وكاتب كاف شامبيون ليج وينر كاس فري بالستاين، كاتب بيقول بطوله الحاصلين او الكسبانين بطوله افريقيا، وكاتب تحتيها في فلسطين حرة، وحاطط علم فلسطين وطبعا كل حاجة عندنا. بالدليل مارسيل كولر بيقول لك يتبقى مارسيل كولر تحقيق لقب السوبر الافريقي وكأس العالم للأندية ليكون قد فاز بكل البطولات الممكنة مع النادي الاهلي. اتمنى مش بعيد عننا ان احنا نكسب كأس العالم للأندية،
مع فرقة وتيم او جيل زي الجيل دوت، الجيل اللي هو تقريبا حقق اللي ما قدرش يحققه جيل ابو تريكا، مع الاحترام لجيل ابو تريكا بالكامل، كلهم مهارات وكلهم فنيات وناس تقيلة، لكن الجيل ده ككومبينيشن قوي جدا. نيجي لأليو ديانج وبيرسي تاو. أليو ديانج وبيرسي تاو، أليو ديانج نشر على صفحته صورته وهو بيرسي تاو ولابس نظارة بيرسي تاو ومعلقين الميداليات بتاع بطولة أفريقيا، وأليو ديانج كاتب الحمد لله الرابعة وبيشكر ربنا وكاتب 1 2 3 ني ني. ده أليو ديانج وبيرسي تاو. كل اللي بيجي يخش النادي الأهلي بيقلب مصري. نيجي لمصطفى شوبير واللي هنقوله فيه أكتر أقل من اللي هو يستحق. مصطفى شوبير اصبح اول حارس في تاريخ دوري ابطال افريقيا يتوج باللقب دون استقبال اي هدف، ودون استقبال اي هدف مش لعب ماتش ولا اتنين ولا تلاته، لعب 9 ماتشات بدون اي اهداف. بيقول لك مصطفى شوبير على حسب موقع صوفا سكور صوفا، بيقول لك مصطفى شوبير 9 مباريات، تسع مباريات عملهم، 9 مباريات شباك نظيفه على التوالي، زيرو هدف مستقبل، 29 تصدي، 100% نجاح التصديات، 100% نسبه الخروج الموفق، ربح الالتحامات مع اللعيبه على حسب موقع سوفا. وطبعا باذن الله الاتحاد الافريقي مفيش مفر ان باذن الله باذن الله مصطفى اوفا هياخد احسن حارس في افريقيا وهو يستحقها. نيجي لمحمد هاني واللي بيقوله عن مصطفى. بيقول لك مصطفى شوبير كان موفقا جدا في هذه البطوله وكان من اهم اللاعبين وتصدى لاهداف كثيره في كل المباريات صعبه، يعمل على نفسه ومجتهد، رباعي خط الدفاع كان يريد تامين الفريق وابعاد اي خطر عن المرمى. انا بقول ان البطوله دي هي هبه من شوبير وترد ليه، لان هو في لحظات كتيرة النادي الاهلي كان سيء، حتى الماتش النهائي الاهلي كان دون المستوى، لكن اللي كان حاضر بمستوى قوي هو مصطفى شوبير. وسبب كرم مصطفى شوبير هي الصورة الجميلة دي، الراجل بعد كل الاحتفالات والهد والرزع والتخبيط مع الجمهور والتصوير والاتوبيس ورايح وجاي، الراجل بيصلي مع ورد وصلاة الفجر الصبح بالجلابية هو ورد. محمد هاني بيقول لك هذا الجيل لا يشبع من البطولات وانا مش بتاع لقطات، بيقول لك هذه اغلى واهم بطوله بالنسبه ليا وانا متواجد في النادي الاهلي منذ 10 سنوات، لعبت 7 نهائيات ويوجد 3 منهم لم نحصل عليها، وحققت 4 القاب من دوري ابطال افريقيا، اريد ان اهنئ هذا الجيل، افتخر واتشرف انني واحد منهم. دوت محمد هاني. محمد عبد المنعم نشر الصوره الجميله دي مع علم النادي الاهلي اللي كان بيغرزوه في منتصف الملعب امبارح، بيقول لك مبروك لكل من ينتمي لهذا النادي العظيم، شكرا من كل قلبي. محمد عبد المنعم. اللي فات ده هو الضو وناشر صورة مش كاتب عليها اي حاجة. كهربا نشر الصورة ديت وبيقول لك نسور العالم ما بين جريح واسير الا نسر القاهرة دائما يحلق في السماء. اكرم توفيق بيقول لك لما الصوره ديت، بيقول لك لما عملت الاحتفال ده مع الجماهير بعد ماتش مازيمبي ما كانش مجرد احتفال، مهما اتكلمت عن جمهور الاهلي عمري ما هقدر اديله حقه. امبارح صوتهم اللي ما سكتش ثانيه واحده من اول ماتش لاخره كان بيخلي اي لاعب طاقته خلصت تتجدد تاني ويكمل ويدوس على نفسه عشان يفرح الجماهير دي، وعشان كان مستحيل نخليهم يروحوا زعلانين، وكان مستحيل الكاس تخرج من ملعب متقفل بجمهور الاهلي. الحمد لله على بطولة افريقيا رقم 3 ليا مع الاهلي، وان شاء الله مش هتبقى الاخيرة، والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وبقول لهم طول ما انتم معانا وفي ظهرنا الجاية هيفضل بتاعنا ان شاء الله. نيجي لوش السعد. وش السعد الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب اللي بدأ افريقيا ولغاية دلوقتي بيسجل ارقام معانا في افريقيا. الكابتن خطيب أسطورة مصر ب 24 رقم، 5 بطولات كلاعب في أفريقيا و3 بطولات كعضو مجلس إدارة و10 بطولات كنائب رئيس و6 بطولات كرئيس نادي. تملي وش السعد يا كابتن خطيب. نيجي لقفشة. قفشة بيقول مفيش كلام أقوله أكتر من الحمد لله، كرم ربنا ملوش حد، 4 بطولات أفريقيا مع الأهلي، كنت فرحان بأول بطولة وبعد الرابعة لسه بقول فيه تاني،
ايه النادي الغريب ده، ايه الجمهور الغريب ده اللي كان في بالي ان يا رب الناس دي تروح مبسوطة، يا رب الناس دي جاية من الصبح في الحر والشمس، يا رب اسر واطفال وكبار وحالات انسانية اللي من مطروح واسكندرية واسوان اللي بايت قدام الاستاد، ايه العظمة دي، جمهور الاهلي بيدي طاقة ما تتوصفش، شعورك وانت في ملعب مقفول كأنك طاير في السماء، الاهلي نعمة كبيرة جدا، الاهلي هو التاريخ والمستقبل، شكرا يا اهلي على السعادة والفرحة، مبروك يا رجالة والله يسامحك يا عارضة. طبعا نقول 100 مرة الله يسامحك يا عارضة. نيجي لميدو اللي هو بعد الزيت وتتويجات النادي الاهلي اللي بيحب ياخد بيها اللقطة مع جمهور النادي الاهلي وبيرجع بعد كده يزيط مع زيطة نادي الزمالك وربابة وعزف النادي الزمالك، لكن في وقت توهج النادي الاهلي بيخش مع جمهور النادي الاهلي. كان طلع تصريح امبارح وقال على الكره المصريه كلها ان هي تتعلم من اداره الاهلي و و و و وعشان الدوله كلها تتقدم والكره كلها تتقدم لازم كله يشتغل زي النادي الاهلي. النهارده ليه بوست جديد وليه كلام جديد بيقول شئت ام ابيت الاهلي هو ريال مدريد افريقيا، ايه يا زملكاوي وانت يا اللي هناك وانت كمان بيقول لك ايه الاهلي ريال مدريد افريقيا، طب والجماعه اللي بيقولوا على نفسهم الملكي وهم ما بياخدوش بطولات الا كونفدراليه وبالعافيه، فبيقول لك اسم الاهلي في قاره افريقيا مرعب لاي حد، ولو الرياضه كلها في مصر تتعلم وتمشي بنظام الاهلي كان زمان الرياضه في مصر في مكان تاني خالص. بس ما تعيبش على النادي الاهلي، عيب ان اللي بيجيبوا فشله او ناس من تحت الظل عشان يحطوهم في اماكن ومناصب مفروض تدير الكره المصريه. نيجي للي باركو للنادي الاهلي بيقول لك بوندسليجا من دورتموند للاهلي دي البطولات بتندهلي، تهانينا لانتوني موزت على التتويج بدوري ابطال افريقيا رفقه الاهلي المصري، وحاطين الصوره الجميله دي. ومجلس اداره نادي بيراميدز وجميع العاملين بيتقدمون بخالص تهاني للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره بمناسبه الفوز بلقب بطوله دوري ابطال افريقيا. شفت هاني سعيد لما الزمالك كسب الكونفدراليه بيقول لك جه الوقت ان احنا نمنع الاهلي من الاحتكارات للبطولات في افريقيا و في الدوري، فيا ترى انتوا بتهنونا على اي ايه دلوقتي لما انت هاني سعيد يقول شيء وانتوا الصفحه تقول شيء تاني. نيجي لنادي الزمالك، انا بقول لنادي الزمالك الاهلي الوحيد يا زمالك اللي محافظ لك على وصافه النادي الاهلي في الدوري وفي افريقيا، بس ما يقدرش النادي الاهلي يعمل لك اي حاجه لما يكون خصمك هو برضو ولدنا من الاهلي. عندنا ثلاثه من الاهلي وائل جمعه حسام عاشور ورامي ربيعه، الثلاثه دول كل واحد فيهم سته افريقيا، فانا مش هقدر ادلعك يا زمالك واجيبك انت مكان ولادي واقول لك خد انت السته، انا هسيبك وهسيب غيرك على الخمسه وهخلي وصيفي في السته هم ولادي وهخليك انت في الخمسه، يعني يوم ما كل واحد فيهم من دول يفتح نادي ويسميه نادي ربيعه او نادي حسام عاشور او نادي وائل جمعه هيقول لك كل نادي من دول معاه سته والزمالك لوحده معاه خمسه، ومش هنعملها فيك هنسيبك وصيف وصيف. رابطة الأندية بتقول لك خدنا كل حاجة دوري أبطال أفريقيا وكونفدرالية، كبار الكرة المصرية والقارة الأفريقية في ديربي جديد من أجل لقب السوبر الأفريقي، وبإذن الله الأهلي بطل السوبر الأفريقي زي ما حلم أبو تريكة بالظبط. نيجي للشيء اللي وجعنا النهارده على الرغم من انتصار امبارح وكويس إنه هو جه في السلة وما جاش في كرة القدم. بيقول لك الأهلي يودع الدوري الأفريقي لكرة السلة بعد الخسارة من أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 86-77، وبالخسارة دي الأهلي يفقد فرصة التأهل لكأس العالم للأندية في كرة السلة. نيجي للخبر الجيد بعد ما الأهلي طبعا الحمد لله في فلوس بملايين دولارات داخلين، المهندس طارق أنديل بيقول لك إن شاء الله يقترب حلم كل جمهور الأهلي بالبدء في إنشاء استاد الأهلي وكل ما تم وعد به جماهيره واعضاء الاهلي سيتم تحقيقه، يعني كل الوعود اللي قطعوها الناس ومجلس اداره الخطيب هينفذوها باذن الله. ليجي للاستاذ عمرو الدرديري وناشر الصوره ديت بتاع جمهور الزمالك وبيقول ملك اللعبه عاد اليكم من جديد، ومش عارف هو ازاي ملك ويغيب، هو الملك ده بيموت ويصحى؟ ما الملك لازم يقعد على عرشه، ده لو سابه الكل يطمع فيه. فرديت على الاستاذ عمرو الجرجيري وقلت له عاد منين وساب الغيبة
كانت كام سنة وملك ازاي، وهو جاء من اي غياب، وهو في ملك يهرب او يغيب عن ملكه؟ ما ينفعش. بيقول ورديت عليه وقلت له الملك الوحيد مستمر على ملكه في افريقيا وهو النادي الاهلي، وده ده بالظبط كده التعليق بتاعي اللي رديته تحت صفحته. وبرضه بيرد على كهربا بيقول له ايه شغل كويس النسا ده، طب ما تظبط المنبه وتصحى لوحدك. على ان كهربا نشر صوره دي بيقول على نياتكم ترزقون صحوني على ال 13. وعايز اقول للاستاذ عمرو الدرديري، انت لو ظبطت على ساعك ولا بصيت فيها مش هتلاقي غير من 1 ل 12، يعني الاهلي يقفل الساعه. لما كهربا يقول لك قفل ال 13 دور انت على ساعه جديده عشان الاهلي يدور ويكمل فيها، يا اما تحولها ل 24 والاهلي هيكمل برضه ل 24، او يخش على ال 13 او يسيب ال 12 وانت لسه بتدور على ما هو نص دسته. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناه. السلام عليكم.